على رأس الأصوات اللي هتسمعها جواك في وسط اللي بتلقات دي، أين الله؟ فين نجدة ربنا؟ هو قادر على رفع البلاء، ليه بياخد الحاجات الحلوة ويسيب المعاناة؟ والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى رد على الصوت ده بآيات وكلام من عنده. وقت ما الصحابة حصلت لهم الكسرة الكبيرة في غزوة أحد وقتل منهم 70، ربك يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أين ينزل النصر وترفع هذه الغمة؟ متى نصر الله؟ لو سمعت الصوت ده جواك، قبلك قالوا ناس والذين آمنوا معه متى نصر الله، ويجي الرد من ربنا: ألا إن نصر الله قريب. ربنا سامع الصوت اللي جواك ده وهيستجيب لك واحدة واحدة. وانتظر توقيت رفع البلاء في علم الله، وبيتدخل برحمته.